الصورة تختصر الكثير من المسافات وتعبر عن أي موضوع بشكل أفضل وتغني عن الكثير من الكلمات. هذا كان دافع ضيفنا المصور عبد العزيز لدويسان، والذي استهواه التصوير منذ طفولته وعشق الكاميرا وصارت كل اهتماماته، وأصبح يرى الحياة من خلال عدسته، فتميز عن غيره من المصورين بطريقته الخاصة في التعديل وتركيب الصورة بطريقة إبداعية وفنية خلاقة. ومن الهواية انتقل للاحتراف من خلال تطوير إمكانياته الفنية في عالم التصوير الفوتوغرافي، ليصبح أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبحت الصورة التي يلتقطها وبمهارته وحسه الفني يعدل عليها ويغير الكثير من تفاصيلها لتكون بالنهاية رسالة في العديد من مجالات الحياة وتصل أسرع للناس.